فإذن السؤال، لماذا لا نرى هذا التطبيق؟ الشيطان الذي يصنع الديانات، الشيطان اللي بده يأذي الإنسان، اللي عاوز يقتل، عاوز ينهب، عاوز يذبح، عاوز يطمع، عاوز يخرب، عاوز يكسر العيلة، عاوز يهدد أمن العيلة، عاوز يخرب البلاد والاقتصاد البلاد ويسود فيها الفساد والرشوة، ويسود فيها طبعا الفساد الاجتماعي والفساد الروحي والديني، بيسود فيها الفوضى. فبصير المثل قائل بتطلع علي، طب ما الكل بيعمل هيك. فتخيل لو واحد بيبتدي يطبق هذا القانون، بصيروا 2، بصيروا 10، بصيروا 20، بصيروا 30، بصيروا مليون، بصيروا مليار، بالعالم كله بيتحول لتعليم يسوع المسيح. السؤال، ليه العالم بيتبع الظلم والفوضى والجهل والعمى الروحي والقتل والذبح باسم الدين وبيتجاهل هذا القانون؟ نفسي لكل مشاهد، لكل أمير، لكل شخص في مسؤولية، لكل شخص بعيش حياة الفوضى والإجرام، لكل متدين، لكل بار بحسب بر ذاته، لكل شخص بعيد عن الله، تخيل لو أنت بتطبق هذا القانون على حياتك، شو كان بيصير في هذا العالم؟